السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بنستكمل الدرس السابق اللي هو جمع العبارات النسبية وطرحها. كنا خدنا الجزئية لغاية ما جمعنا عبارات نسبية لها مقامات فيها كثيرات حدود، وتوقفنا عند نقطة بسيطة اللي هي تبسيط الكسور المركبة بتبسيط كل من البسط والمقام على حدة، وبرضه تبسيط الكسور المركبة بإيجاد ال سي ام. زي ما انت شايف المسألة اللي هو عطيها لي هنا ليها حل بطريقتين، فاحنا بدل ما نعرض كل طريقة لوحدها هنعرض الطريقتين مع بعض على الأمثلة المذكورة إن شاء الله. أول حاجة، أنا عندي كسر مركب، وتعرفنا في الحصة اللي فاتت يعني إيه كسر مركب. الكسر المركب اللي عندي المرة دي في عملية جمع في البسط وعملية جمع في المقام أو طرح طبعا، ومطلوب مني إن أنا أبسط الكسر المركب ده. فقال لك فيه طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أوجد اللي هو إيه، اللي هو أوحد المقام أو أبسط المقام في كل كسر على حدة. الطريقة التانية إيجاد حاجة اسمها الـ LCM. تعال نشوف الطريقتين ونحل بيهم، وطبعا الطريقتين متاحين ليك زي ما انت عايز، والطريقه اللي تعجبك واللي تلاقيها سهله بالنسبه لك حل بيها. وانا كنت بفضل الايه الطريقه الثانيه لانها خطواتها سهله ويسيره، لكن نعرض الطريقتين ونشوف مع بعض. اول حاجه يا شباب، لو لاحظت الكسر المركب اللي قدامك دوت في عمليه طرح فوق وفي عمليه جمع تحت، والطرح اللي فوق والجمع اللي تحت دول طرح وجمع كسور اعتياديه زي ما انت شايف، او نقول زي ما احنا متعودين بقى المرة دي او في السنة دي عبارة عن عبارات نسبية، عبارة عن عبارات نسبية. فهروح اعمل ايه؟ هروح اجيب ال LCM او اوحد المقامات بتاعت كل البسط والمقام على حدة. يعني اعمل ايه؟ يعني بالنسبة لي كده هاخدها لك واحدة واحدة يا شباب. نقول مثلا عندنا البسط هنا واحد زائد ناقص واي على اكس. ازاي اطرح واحد ناقص واي على اكس دي؟ كلنا متفقين ان الواحد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد على واحد. خلاص بقت طرح كسور. وحد المقامات. وحد المقامات ازاي؟ هات ال LCM. طب بس المسألة هنا بسيطة، مش محتاجة ان انا اروح احلل المقامات اللي قدامي دي واجيب لها ال LCM. لا، ده هي بسيطة، ايه اكس وواحد. ال LCM بتاعهم ايه؟ طبعا هتلاقيها الاكس، يبقى انت هتقول كده المقام الجديد اكس ناقص اكس، تمام؟ واقسم المقام الجديد على المقام القديم اكس تقسيم واحد تبقى باكس ضرب واحد تبقى اكس، تمام؟ وتحت اكس تقسيم اكس بواحد ضرب واي تبقى بواي. يلا بقت المقامات متوحده، اجمع واطرح زي ما انت عايز. طبعا اللي فوق عبارات غير متشابهه، فبتبقى اكس ناقص واي زي ما هي بالظبط، والمقام بينزل زي ما هو. يبقى كده البسط بتاعي تحول من طرح كسرين او طرح عددين، تمام كده، الى كسر واحد بس زي ما انت شايف كده بالطريقه دي. نفس الكلام هاخده مع المقام، انا اسف اللي كنا بنتكلم عليه ده البسط. هناخد المقام اهو واحد على واي زائد واحد على اكس. يلا وحد المقامات، اتفقنا هنجيب ال LCM بتاع المقامين اللي هم هتلاقيهم اكس واي، اللي هو ضرب الاكس في الواي او اكس واي. طالما ضربت الاكس في الواي اضرب وسطين وطرفين زي ما احنا كنا متعودين، اللي هم الايه، اللي هم المقص اللي كنا بنعمله مقص، اكس في واحد باكس واي في واحد بواي. اجمع يطلع لك الحل اكس زائد واي على اكس واي. اصبح ده، خلي بالك، اصبح ده المقام الجديد وده البسط الجديد. يبقى المسألة هنعيد كتابتها بطريقة تانية. هقول له يبقى المسألة بتاعتي الأصلية ديت أهي هتساوي إيه بقى؟ هقسم دوت على ده، بس بدل ما أكتبها في صورة كسر مركب هعملها عملية قسم عادية، وإحنا اتفقنا في الحصة اللي فاتت إن التعامل مع الكسر المركب بيتحول إلى قسمة عادية ونقسم عادي. يعني هقول له واي ناقص آسف معذرة إكس ناقص واي على اكس، بحولها قسمه، طب اكس زائد واي على اكس واي. اتفقنا كده صح؟ احنا حولنا الكسر ده الى قسمه،
طيب وانت عارف ان احنا في القسمة بنعمل ايه؟ بنقلب الكسر، بنقلب علامة القسمة نخليها ضرب، ونقلب الكسر اللي بعد العلامة، يبقى اكس ناقص واي على اكس ضرب اكس واي على اكس زائد واي، صح؟ طيب يبقى خلاص هيبسط بقى المسألة اللي قدامك، لو جيت تبسط هتلاقي ان الاكس هتروح مع الاكس، وايه الباقي؟ الباقي عندك هيكون كالتالي، اللي فوق هتضرب في اللي فوق، يبقى واي في اكس ناقص واي على اللي تحت، ما عندكش غير اكس زائد واي، تبقى كده المسألة وقفت عندك في المرحلة ديت. ممكن لو حبيت تضرب الواي في الاكس في القوس يعني، تبقى اكس واي ناقص واي تربيع على اكس زائد واي، تمام؟ دي طريقة اللي هي ايه؟ تبسيط البسط والمقام كل على حدة. قال لك في طريقة تانية انك تجيب ال LCM للمقامات اللي فوق واللي تحت. انت عندك كم مقام هنا؟ اتفقنا ده على واحد صح؟ يبقى عندي واحد واكس وواي واكس، دي المقامات كلها. طيب لو انا جبت الواحد والاكس والواي والاكس وحبيت اجيب لهم ال LCM، ها LCM طبعا هاخد المش متكرر هاخده مره واحده وانزله، والمكرر هاخده مره واحده، تمام؟ ولو في حاجه مختلفه في الاس هاخدها بقصة ايه اكبر، تمام؟ طب الواحد هينزل واحد اهو، طب الاكس مكرره مرتين اخدها مره واحده، طب الواي مره واحده تنزل، يبقى واحد في اكس في واي اللي هي بتساوي ايه اكس واي. يبقى هو ده ال LCM بتاع المقامات كلها. اعمل ايه بقى في ال LCM بتاع المقامات كلها؟ قال لك تاخد ال LCM ده وتضربه في البسط والمقام في المسألة الأصلية. يعني تعالى نكتب كده عشان أوضح لك الصورة وتبقى باينة معاك. واحد ناقص واي على اكس، تمام؟ كل ده على واحد على واي، أنا بكتب المسألة بس، واحد على اكس. وبعدين هتعمل إيه يا أستاذ؟ قال لك هاخد ال LCM اللي أنا جبته ده أضربه مرة فوق ومرة تحت، تمام كده؟ لما تضربه مره فوق ومره تحت يحصل ايه بقى؟ تعالى معايا واحده واحده ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا لما اجي اضرب الاكس واي في البسط اللي فوق ده هضربه مره في الواحد ومره في واي على اكس، لما تضربه في واحد يطلع اكس واي ناقص. طب لما تضرب اكس واي في واي على اكس، الاكس هتروح مع الاكس ويتفضل لك واي في واي بواي تربيع، تمام؟ على نفس الكلام هضرب الاكس واي في الكسر الاولاني اللي هو واحد على واي، لما تضرب اكس واي في واحد على واي تروح الواي مع الواي، صح؟ يتفضل لك ايه؟ اكس في واحد باكس، زائد اضرب الاكس واي مره تانيه في واحد على اكس، هتروح المره دي الاكس مع الاكس ويتفضل لك واحد في واي بواي. لو تلاحظ ان القيمه دي هي القيمه اللي كانت عندنا تحت، تمام كده؟ اكس واي ناقص واي تربيع على اكس زائد واي نفسها موجوده هنا. وعشان كده انا بقول لك هنا الطريقه سهله تتحل في ايه؟ في خطوتين، فممكن نحلها بالطريقه دي افضل، وانت حر تستخدم الطريقه دي او تستخدم الطريقه دي اللي يريحك واللي تقدر تحل بيه، انت مخير. ناخد مساله اخرى على الموضوع، نفس الكلام هو قدامك، هروح اعمل ايه بقى؟ هروح اطرح الكسرين اللي في البسط لوحدهم واجمع الكسرين اللي في المقام لوحدهم، وبعدين اعمل عمليه قسم احولها لضرب وحل واشوف. طيب يلا بينا نشوف كده المسألة الأولانية. عندك سي على دي ناقص دي على سي، طبعا هجيب عشان أطرح هجيب ال LCM. ال LCM من أساس زي ما اتفقنا اضرب العددين في بعض أو المقامين في بعض، يبقى هيبقى هنا ناقص أهو دي سي دي سي، تمام؟ وطالما ضربت دي سي في دي في السي اعمل مقص، يعني اضرب الدي في الدي والسي في السي، سي في سي بسي تربيع، تمام؟ بضرب كده طبعا وبيتحط، شوف السهم انا حطيت فين؟ يبقى هنا يبقى سي في سي، سي تربيع اتحط على الكسر الاولاني، دي في دي بدي تربيع. اطرح يطلع لك سي تربيع ناقص دي تربيع على دي سي، ده الكسر الاول. طب اللي تحت هقول اهوت، يبقى ده كده ايه؟ اللي هو فين؟ اللي كان في البسط. طب اللي تحت هقول دي على سي زائد 2، اتفقنا ان دي معناها واحد او على واحد يعني، تمام؟ نفس الكلام هوحد المقامات، زائد اضرب سي في واحد بسي هنا وهنا، اضرب مقص تبقى دي زائد 2 سي،
يطلع لك الناتج أصبح عندك دي زائد 2 سي على سي، تمام؟ وده اللي هو مين؟ وده اللي هو المقام بتاع الكسر المركب. هاخد القيمتين اللي أنا جبتهم دولت من شوية وأروح بقى أحولهم لعملية قسمة، يبقى سي تربيع ناقص دي تربيع على دي سي تقسيم دي زائد 2 سي على سي. واتفقنا ان القسمة هتتحول ايه معاك؟ ايوه هتتحول الى ضرب اهو، اضرب يبقى سي تربيع ناقص دي تربيع على دي سي ضرب سي على دي زائد 2 سي، تمام؟ حول يساوي في حاجة تتبسط، ممكن السي تروح مع السي، تمام؟ هل في شيء تاني ممكن يروح مع شيء تاني؟ لا مفيش، يبقى خلاص هضرب اللي فوق في اللي فوق، فوق مفيش غير واحد، يبقى سي تربيع ناقص دي تربيع على دي في دي زائد 2 سي. حبيت تسيبها زي ما هي مفيش مشكلة، حبيت تضرب الدي في القوس يبقى دي تربيع ناقص 2 سي دي سي، تمام؟ وفوق هنا سي تربيع ناقص دي تربيع. طيب الطريقة التانية، الطريقة التانية اتفقنا ان احنا نجيب ايه؟ ال LCM للمقامات كلها. ايه المقامات اللي عندي كلها؟ المقامات اللي عندي كلها عبارة عن 2 ودي وسي. في حاجة تانية؟ خلاص 2 دي سي هضربهم في بعض لان ما فيهمش اي حاجة لا مكررة ولا حاجة مختلفة بقص مختلف ولا شيء، فخلاص يطلع لك الايه؟ ال LCM ب 2 دي سي. اتفقنا ان ال LCM ده هنعمل فيه ايه؟ ايوه هناخد ال LCM ده ونروح نضربه في المسألة كلها بسطا ومقاما. يعني هكتب سي على دي ناقص دي على سي، كل ده على دي على سي زائد 2، واضرب فوق فين؟ في ال LCM اهو في 2 دي سي وهنا في 2 دي سي. طبعا ال LCM هيتضرب فين؟ في كل كسر في البسط وكل كسر في المقام. فانا هحول اهوت، هضرب ده في الكسر الاولاني فهتروح الدي مع الدي، فتضل لك 2 سي في سي يبقى تطلع 2 سي تربيع، تمام؟ واضرب دي مع ديت هتروح السي هيتفضل لك زائد ناقص 2 دي تربيع، تمام؟ طيب نضرب تحت هنلاقي ان السي هتروح مع السي يتفضل لك 2 دي تربيع، واضرب ده هنا طبعا مفيش حاجة هتروح مع حاجة بس هيبقى في 4 دي سي، تمام؟ طيب انا ملاحظ ان في عوامل مشتركة فوق وتحت، خد العامل المشترك يتفضل لك 2 في سي تربيع ناقص دي تربيع على برضه في 2 عامل مشترك يتفضل لك 2 دي تربيع زائد 2 دي سي، تروح الاثنين مع الاثنين ويتفضل لك الباقي زي ما انت شايف كده اللي هو سي تربيع ناقص دي تربيع على دي تربيع ناقص 2 دي سي، نفس الحل اللي شفناه من شويه. وبكده تكون المساله او الفكره دي انتهت وعندك مساله هي عشان تتاكد من الحل بتاعك، وبكده نكون وصلنا لاخر الحصه، تمام؟ وانتهينا من الموضوع ده بالكامل، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.